السلام عليكم، هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن تهدئة الطفل الرضيع. كل الامهات عارفين ان موضوع ان الطفل يبقى بيعيط او عصبي او متضايق بيبقى موضوع مزعج جدا، وساعات الطفل بيقعد يعيط والموضوع بيبقى صعب جدا ان انت تهديه. انا هقولك النهاردة على 5 حاجات تعمليهم تخلي طفلك الرضيع يهدى تماما ويريحك. اول حاجة، طفلك عصبي وعمال يعيط جامد قوي، نيميه على بطنه. بس خدي بالك مش نايميه على بطنه على السرير، لا، هنا الطفل صاحي وانت صاحيه. هات الطفل على دراعك بشكل ان بطنه تبقى على دراعك، مضغوط عليها على دراعك. دي افضل وضعيه الطفل بيرتاح فيها، ولو في اي غازات في بطنه بيخرجها بسهوله، ولو عنده مغص بيهدى بشكل كبير جدا. بس خدي بالك انت مش هتسيب الطفل نايم على السرير، لا، انت هتنيميه على بطنه وهو قدامك صاحي وانت متاكده ان الطفل بياخد نفسه ولا حاجه. لان احنا دايما بنقول ان انت تسيب الطفل نايم على السرير على بطنه ده ممنوع، انما هنا انت شايله الطفل على دراعك ده ينفع. يبقى دي اول حاجه. طب تاني حاجه، الهدهده، الهز. الاطفال الرضع بيهدوا بشكل مهول من الهدهده. وبرضو تاني، الهدهدة هنا هي ايه؟ الهز الخفيف، لان الهز العنيف للاطفال او تهشيك الاطفال ده ممنوع، ده خطر. بنخاف من الاطفال لان الاوعية الدموية بتاعت المخ بتبقى ضعيفة قوي، ممكن الطفل يحصل له مشكلة كبيرة. لكن الهدهدة البسيطة دي او حتى السرير الهزاز بتاع الطفل ده عادي، بنستخدمه بامان، دي هدهدة خفيفة ما فيش منها مشاكل. بالمناسبة، وضع الهدهدة ده بيفكر الطفل ايام ما كان جنين في بطن امه، وده اكتر احساس بيحسس الطفل بالامان وبيهديه. ليه؟ الجنين في بطن امه بيبقى متحوط بكيس مليان مية، الكيس الامنيوسي، والطفل بيبقى تقريبا عايم في الكيس ده. فالام طول النهار بتتحرك، بتروح هنا بتيجي هنا، نايمة صاحية، بتتقلب بتعمل اي حاجة، فالطفل معظم الوقت بيتهز. فالطفل واحنا بنهزه وبنهدهده بالراحة بنفكره بنفس الوضع وهو جنين، فده بيهديه. يبقى تشيل الطفل على ايدك وايه؟ تهز بالراحة، الهدهدة. طب تالت حاجة، الضوضاء البيضاء. يعني ايه؟ يعني وانت شايل الطفل تقدر انت تعملي او حتى ايه؟ هو، بس بصوت ايه؟ خفيف، مش صوت عالي عشان الطفل ما ينزعجش. او حتى شغلي اي جهاز جنبك ليه نفس الصوت ده، الصوت بتاع السشوار، صوت الغسالة، بس ما يبقاش جنب ودان الطفل، يبقى بعيد عنه. الصوت بتاع الوش. في على فكرة تطبيقات بتنزل على الموبايل اسمها وايت نويز، هي نفسها بتطلع نفس الاصوات دي. يبقى نايم الطفل على بطنه، هز الطفل بالراحة، واستخدم الضوضاء البيضاء، يبقى ايه؟ او هو، او تشغلي احد التطبيقات اللي بتطلع الوايت نويز. يبقى كده 3 حاجات بتعملهم في وقت واحد. طب الحاجة الرابعة، السكلينج، ان الطفل يبقى بيمص. هنا بقى الطفل ممكن يمص اي حاجة، ممكن يمص الثدي، يبقى الرضاعة لو الطفل رضع. لو الطفل ده انت بتديله التتينة، اديله التتينة، مص التتينة نفسه هيسكته. لو الطفل بياخد حليب صناعي، اديله الببرونة، مص الببرونة نفسه هيسكته. خدوا بالكم عملية المص نفسها بتهدي الطفل، علشان كده بنشوف اطفال بيقعدوا يمصوا صوابعهم، الطفل ده بيهدي نفسه بنفسه. يعني لو طفل بيحط صباعه وبيمص صباعه، لو ده طفل رضيع هو بيهدي نفسه بنفسه. يبقى اي حاجة فيها مص بالنسبة للطفل هتخلي الطفل يهدى. الحاجة الخامسة دي تخص الاطفال في اول 3 شهور بس. ايه هي؟ التقميط، ان انت تلف الطفل. تلف الطفل بشكل ان انت تلف رجليه وايديه، لازم الاتنين يتلفوا كويس. التقميط مسموح للاطفال لحد عمر 3 شهور بس، بعد 3 شهور لا، ما تستخدميش القماط او التقميط. التقميط على فكرة بيهدي 90% من الاطفال في اول 3 شهور. يبقى طفلك لو في اول 3 شهور وعمال يعيط وعصبي وبيزن وعايزة تهديه، تعملي ايه؟ تلبسيه القماط، تلفيه كويس، تنيم الطفل على دراعك على بطنه، تهدهديه بالراحة، تستخدمي الضوضاء البيضاء زي ما وضحتلك. ولو الطفل رضع او اديتيله الببرونة او اديتيله التتينة، يبقى انت كده عملت 5 حاجات اللي يهدوا الطفل. طيب يا دكتور، انا عملت كل الحاجات دي والطفل مهديش. حط في دماغك ان الطفل ده بقى ممكن يكون في حاجة بتوجعه. كده الموضوع عدى مرحلة ان الطفل متعصب، لا، الطفل ده ممكن يكون في حاجة بتوجعه. يعني الطفل ده ممكن يكون عنده التهاب في ودانه، الطفل ده ممكن يكون عيان، الطفل ده ممكن يكون عنده التهاب حفاضة، الطفل ده ممكن يكون عنده التهاب في اي حتة من جسمه. بصي على صوابع الطفل، صوابع ايده ورجليه، لا يكون في شعر لافف عليهم ولا حاجة وبيقلمه. بصي على ملابس الطفل، الطفل ده حران ولا بردان. طب هل الطفل ده في وقت الرضاعة بتاعته وهو جعان؟ طب هل انت عندك حليب كافي بيشبع الطفل؟ كل الحاجات دي راجع عليها. رجعتي على الحاجات دي ومش عارفة توصلي لحاجة، كتر خيرك كده انت دورك انتهى بقى، خد الطفل وروحي للدكتور علشان يفحصه.
انما 90% من الاطفال لو الطفل ما عندوش مشكله مرضيه واستخدمت التكنيك اللي انا قلت لك عليه ده، الطفل بيهدى وبينام والامور بتبقى تمام جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. سلام.